السلام عليكم يا أول، كيف حالكم؟ معكم المعلمة بيان الرفايعة من أكاديمية ريماس الدولية في سلسلة شرح دروس مادة الرياضيات. سنشرح اليوم الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، وحدة الأشكال الهندسية، درس الأشكال المستوية. سبق وتعرفنا في الدرس الماضي أول درس المجسمات عن الهرم والمخروط والأسطوانة والمكعب ومتوازي المستطيلات والكرة، وتعرفنا على أمثلة عليهم. واليوم يا أول سنأخذ الأشكال المستوية. دعونا نتعرف ماذا تعني الأشكال المستوية وأمثلة عليها وكيفية رسمها يا أول. هيا يا أول لنشاهد هذا الفيديو. إذن يا أول، من خلال الفيديو لقد تعرفنا ما هي الأشكال المستوية وأمثلة عليها. عندنا يا أول مثلث، مربع، مستطيل، ودائرة. بيسألنا هنا يا أول ما اسم الجزء المحدد من المكعب؟ هذا المجسم مجسم المكعب. ما اسم الجزء المحدد منه هنا باللون الأحمر؟ ما هذا الجزء منه يا أول المحدد باللون الأحمر؟ أحسنتم، إنه مربع. إنه مربع. دعونا نكتب هنا كلمة مربع. الجزء المحدد هنا من شكل المكعب اسمه مربع. ويا أول المثلث والدائرة والمربع والمستطيل شكل مستوي متساوية. أول الأضلاع والرؤوس، سنتعرف إلى مصطلح الأضلاع والرؤوس في الدرس القادم، الدرس الثالث. نحن الآن في صفحة 38، درس الأشكال المستوية. درس الأشكال المستوية. إذن يا أول هذه تسمى أشكالا مستوية. تسمى أشكالا مستوية. مثلث، انظر يا أول، مثلث باللون الأزرق، دائرة، ومربع، ومستطيل. مثلث، دائرة، مربع، ومستطيل. دعونا يا أول نرسم الأشكال المستوية على السبورة ونتعرف إلى كيفية رسمها والتمييز بينها. هيا يا أول. الأشكال المستوية يا أول، الأشكال المستوية عندنا مثلث، دائرة، مربع، ومستطيل. مثلث، دائرة، مربع، مستطيل. دعونا يا أول نرسم المثلث. انتبهوا يا أول إلى كيفية رسم المثلث. هكذا ثم هكذا بشكل مستوي، ثم هكذا مرة أخرى يا أول، هكذا ثم هكذا ثم هكذا. هذا المثلث، شكل المثلث مثل ما رسمنا زاوية هنا وزاوية هنا وزاوية
هنا الدائرة يا أول، الدائرة، دائرة مثل الكرة. مرة أخرى، هكذا، دائرة. المربع، كيف شكل المربع؟ كيفية رسمه المربع؟ نعمل هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم أربع زوايا يا أول. مرة أخرى، خط هنا وخط هنا وخطين مقابل مع بعضهم، هذا شكل المربع. المستطيل نفسه يا أول لكن أوسع، أيضا خط هنا وخط هنا يوازي بعضهم يا أول، مستوي، ومن ثم هكذا، ومن ثم هكذا. هكذا يا أول كيفية رسم المستطيل والمربع والدائرة والمثلث. ننتقل يا أول إلى الكتاب، صفحة 39. بعد ما تعلمنا أنواع الأشكال المستوية وكيفية كتابتها، المثلث والدائرة والمربع والمستطيل، أتحقق من فهمي، أتعرف الشكل المستوي في بداية الصف وأحوط الشيء الذي له الشكل نفسه. عندنا يا أول شكل المستطيل، عندنا التمرين الأول شكل المستطيل. أين الشكل الذي يشبه المستطيل هنا؟ أحسنتم، إنه العلم، نضع عليه دائرة يشبه شكل المستطيل. الدائرة هنا يا أول، الدائرة، أين الشكل الذي يشبه الدائرة هنا؟ أحسنتم، إنها الساعة، نضع عليها دائرة. التمرين الثالث يا أول، المثلث، أين الشكل الذي يشبه المثلث هنا؟ أحسنتم، إنها إشارة المرور، هنا نضع دائرة عليها. أحل المسألة هنا يا أول، أيها مختلف، أحوط الشكل، يعني أضع دائرة على الشكل المختلف أمامي هنا. الشكل الأول عندي مربع، الشكل الثاني دائرة، الشكل الثالث مثلث، أما الشكل الرابع هو مكعب وهو مجسم وليس شكل مستوي. إذن هو الشكل المختلف ما بين الأشكال الثلاثة، المثلث والدائرة والمربع، سنضع دائرة عليه. بهذا يا أول لقد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، درس الأشكال المستوية. أتمنى منكم إعادة رسم الأشكال المستوية، المثلث والدائرة والمربع والمستطيل، وحفظ أشكالهم وحفظ أمثلة عليها. ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.